القضية. نجدد لكم التحية مستمعينا مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، 10:10 ما زلنا معكم في قضية رأي عام. الساعة الثانية باش نحكيو فيها على زوز قضايا. القضية الأولانية هي التصحر. اليوم فما برشا خدمة من مرصد الصحراء والساحل في وزارة البيئة على تآكل الأراضي في تونس ورأس المال الطبيعي وكيفاش يتم حماية هذا الرأس المال. هذاك علاش بعد شوية بتجي بحذنا دكتورة كوثر الحمروني اللي هي مختصة في التنوع البيولوجي وتمثل اليوم مرصد الصحراء والساحل بوزارة البيئة. ولكن قبل هذا باش نمشيو القضية أيضا على نفس الأهمية اللي هي معبر راس جدير. للأسف اليوم أيضا تم تأجيل فتح المعبر. كل التفاصيل باش ناخذوها من عند مراسلنا من بنقرد دين علي العجيل. أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بك ليليا، صباح النور ليك ولكافة مستمعي الإذاعة الوطنية وضيوفك في الاستوديو والفريق العامل معك هذا الصباح. مرحبا. بالفعل كما كنت تتحدثي، ربما هذا للمرة الثانية معناها بعد أن كان معناها المعبر سيفتح يوم الخميس الماضي تم تأجيله إلى يوم الاثنين اليوم هذا، ولكن مرة أخرى يتم تأجيل فتح المعبر وإعادة حركة العبور أمام معناها عموم المواطنين والحركة التجارية. نعرف أنه كان معناها من المنتظر زيارة وفد رسمي تونسي يقود وزير الداخلية للالتقاء بنظيره الليبي على مستوى المعبر حتى يكون معناها إعادة فتح المعبر بصفة رسمية وبصورة رسمية بين البلدين، لكن ربما ما كنا تحدثنا عليه فيه سابقا وقلنا في عبر الإذاعة التونسية والإذاعة الوطنية كنا سابقين في الإعلان بأن الوضع ما زال غير قابل لإعادة فتح المعبر، ورغم معناها عديد الآراء اللي حطتوها والمعبر يفتح اليوم والمعبر يفتح غدوة، كنا والحمد لله معناها سابقين مع المواطنين ومع كل الأهالي في نقل الخبر معناها بصفة دقيقة. اليوم مرة أخرى كما ذكرت يتأجل فتح المعبر. نعرف هو راه صراع داخلي ليبي فيما بينهم. نعرف أهالي المنطقة الغربية وما يسمى بمنطقة زوارة يرفضون رفضا قاطعا، هم معناها مغادرة كاملة للمعبر، يعتبروا أن المعبر هو جزء من منطقة زوارة وأنهم معناها هم أولى من غيرهم باش يكونوا معناها متواجدين في المعبر لتأثير حركة العبور. نعم. ورفضين نجم نقول ورفضين كل القرارات اللي تم التوصل إليها من طرف وزارة الداخلية الليبية واللي تتمثل معناها في بسط سيطرتها على المعبر. خلينا نبدأ نقطة بنقطة. عوني اتفضل، كان عندك معلومة يعني عاجلة تحصلت عليها توا في انتظار ان نزيد ونبسط اكثر علاش ما تمش فتح المعبر؟ نعم، وصلتني المعلومة العاجلة، وصلتني معناها منذ حوالي 20 دقيقة، هي ان هناك اجتماع داخل وزارة الداخلية الليبية مع معناها كما نقولوا مشايخ ومن قبائل زوارة منطقة. نعم. زوارة معناها في اجتماع في وزارة الداخلية الليبية. نعم. حالة الوضع واللي ربما للتوصل إلى حل. نعم، في الجانب التونسي احنا توا عنا أكثر من 3 أشهر المعبر الحدودي مع ليبيا راس جدير مغلق، ومؤخرا صارت جلسات بين الداخلية التونسية والليبية في حكومة الدبيبة وتحديد مجموعة من الإجراءات فرحنا بها، منها منع تهريب البترول، منع أنه إدخال أكثر من 5000 دينار تونسي، منع دخول سيارة صاحبها ما يملكش أوراقها. رغم كل هالترتيبات هذية في النهاية لم يتم فتح المعبر. بطبيعة الحال هو اللي كما ذكرت لك هو رأي القرارات هذه صدرتها الحكومة وزارة حكومة الدبيبة ووزارة الداخلية الليبية ووزارة التجارة الليبية، وهذا القرارات هذه يرفضها خاصة متساكني منطقة زوارة. نعرف احنا المنطقة الحدودية والمناطق الحدودية هي دائما وابدا تعيش على التجارة البينية. نعرف راهو في كما في الأراضي الليبية او هنا في تونس، نعرف المورد رزق هو مورد رزق اساسي التجاره البينيه، سواء معناها كما نعرفوا يهز سيارته يعبي المحروقات معناها العاديه ويدخل تونس يبيعها كل 20 لتر معناها محروقات وشويه معناها سلعه وكذا، هذاك هي مورد الرزق نتاعها. هو راهو الطرفين رافضين القرار، ونقول لك بكل امانه راهو حتى اهالي مناطق الجنوب التونسي ان في صوره ما تم فتح المعبر وما سماش تبادل تجاري تجاره بينيه بما يمليه القانون
راهم حتى باش ربما معناها يرفضوا قرار الفتح ويرفضوا قرار. نعم. نعرفوا المنطقة الكل تعيش من التجارة البينية هذه، احنا نحبوها تكون مقنة ولكن زادة تأثر على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في بنقردين والمدن الكل المجاورة. كلا بطبيعة الحال. نعم. هو الوضع معناها مش باش نقول لك انا معناها وضع اقتصادي صعب صعب وصعب جدا تمر به مناطق الجنوب التونسي ومناطق الغرب الليبي. نعم. كيف كيف انا المعلومات توصلني من 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 الاراضي الليبيه من زملاء ومن اصدقاء من داخل الاراضي الليبيه حتى هم الوضع راهو نفس الوضع اللي نشوفوه لهنا. المعبر راس جدير شريان حياه للمناطق المحيطه به الكل. نعم. راهو فما حاجه اخرى تحسينات كبيره دخلت عليه وهذا هو. نعم. حتى تصير بسلاسة حركة العبور وتتنظم. نعم. أكثر تسهيلات على الممرات، تسهيلات أيضا وخدمة على المنظومة الإلكترونية من الجانبين. ولكن أنا نحب نسألك على اللي صار أيامات العيد، لأنه أيامات العيد شفنا زحمة، شفنا يعني ألاف السيارات على مستوى ذهيب وازن، فهالتأثيرات هذه ما هيش فقط اقتصادية زادة اجتماعية، خاطر يتعدي والمرضى تتعدى العائلات، يعني فما تأثيرات اجتماعية بخلاف الاقتصادية لإغلاق معبر راس دير اليوم. وليلي كما يعلم الجميع هو راهو العلاقات والمصاهرة التونسية. نعم. الليبية وعلاقات مربوطة من مترسخة من قديم الزمان، ونعرف مناسبة سنة العيد وثم كما ذكرت لي وثم اللي عنده مواعيد مع الأطباء في تونس وثم اللي جاي في زيارة للعائلات نتاعها. المعبر فرز ذهيبة وازن معبر مازال معناها ماهوش طاقة استيعاب نتاعها طاقة كبيرة معناها طاقة محددة، ولكن الاكتظاظ هذا كان عليه كبير معناها خلال الفترة هذه ونجر عليه معناها حالة من الازدحام وطالت فترة الانذار حتى 10 ساعات بين معناها لإتمام الإجراءات. اليوم الناس كلها فرحت بعودة المعبر وربما معناها وانا باش يعود المعبر وتخف الحركة منه من شيرة الهيبة وازن ويدخل عن طريق المعبر راس جدير اللي هو معبر كما ذكرت لك معناها ينجم يتحمل طاقة كبيرة، لكن للأسف هو يبقى كما ذكرت لك راهو من ناحية الجانب التونسي راهي كل شيء على تم الاستعداد. تونس معناها الأمور كلها منظمة، مكاتب مفتوحة، الأعوان موجودين، الأمور كلها منظمة أمنيا معناها مستدب الوضع بالمعبر من جانب التونسي، كل شيء على أحسن ما يرام. يبقى من الجانب الليبي كما ذكرت لك هي صراع داخلي ليبي يبقى. نعم. معناها ما نجموش إننا نتعمق فيه. نعم. إن شاء الله تتفضل الإشكاليات الليبية الداخلية في أقرب الأجيال وترجع لنا وتقول لنا راهو المعبر تحل، لأنه أنت كما كل الأهالي كما كل التوانسة في بنقردين حسيت أنا خيبة الأمل أنه اليوم مرة أخرى يتأجل فتح المعبر لأنه تأثير كبير على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في بنقردين وكل مناطق الجنوب. بطبيعة الحال اللي يبقى دائما وبدلنا أمل الجميع هو عودة الحركة إلى سارة نشاطها في المعبر وإلى معناها الحركة التجارية ومعناها وحركة العبور، ونعرفوا حتى الأمور الاقتصادية على المستوى الدولي بين تونس وليبيا. نعم. المستوى الوطني هو رو معناها بصراحة أثر تأثير كبير على الدولتين وليس معناها على تونس فقط وعلى ليبيا فقط، هو أثر على الدولتين معناها. وإن شاء الله كما نقولوا تلتم الأشقاء الليبيين ويوصلوا لحل معناها يرضي الطرفين وتعود الحركة. نعم. لصارت نشاط. شكرا عوني العجيل مراسل إذاعة تونسية في بنقردين عن تأجيل فتح معبر راس جدير للمرة الثانية هذا الأسبوع. شكرا ليك. احنا بعد شوية باش نمشيو للحديث عن التصحر من وجهة نظر مرصد الصحراء والساحل التابع لوزارة البيئة في تونس.